السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الحين دخلنا أول تسعة، فالحين عندنا موسم البذر أو بداية الموسم. ففي هذا الفيديو راح نبتدي نفصل أو نبتدي التجربة اللي بديناها في الموسم اللي فات، وراح يطلع عندكم رابط فوق حق اللي ما تشوف السلسلة اللي بدينا فيها تجربة تهجين اللي هي بذور صنف جديد من الفلفل اللي هي كانت التباسكو اللي هي النبتة الأم، والكينج ناغا اللي هي خدنا منها الرحيق فهي النبتة الأب. فهذه البذور اللي جمعناها، وعندي كمية من البذور نقعتها في محلول الهيدروجين بروكسيد، أيضا راح يطلع عندكم الرابط حق الفيديو اللي ما شافه. مثل ما شفنا في ذاك الفيديو ما كان في نتيجة إن سرعت من الإنبات، ولكن راح أجربها بغض النظر. فالتجربة راح تكون كالتالي: راح أزرع 3 نبتات في كل أصيص مثل هذه اللي هو لتر واحد، طبعا مرقمين مثل ما احنا شايفين F1 01 F1 02 إلين آخر شيء F1 10 اللي هو 10. فراح نزرع 10 نبتات في النهاية، ولكن في البداية راح أحط 3 بذرات في كل أصيص، بس على اساس ان نضاعف نسبة النجاح عندنا ويكون في نبتة في كل اصيص ان شاء الله. الهدف الاساسي من هذه التجربة هو ان نبغي ثمر نفس التباسكو يكون من ناحية النكهة، ولكن حجم اكبر وشوي حرارة اكثر. فهذه هي العناصر الاساسية. فمثل ما قلت، حجم اولا، طبعا النكهة هي العنصر الرئيسي، حجم والحرارة، فهذه هي العناصر الرئيسية. طبعا بعدين راح نقيم اللي هو النبتة، نمو النبتة، جذورها، طريقة نموها، كثافة الورق وكذا. وراح من هذين اللي راح نرقمهم نختار سلالة واحدة. فعندي الحين اللي راح نبذرهم 10 سلالات. لما نشوف الثمر ان شاء الله في تطور الموسم، ان شاء الله راح نضيف لها السلسله حق الموسم الاول او السنه الاولى من هذه التجربه اللي هي الاف 1. هذه هي بذور اف 1، راح نشوف الثمر اللي نبغيه، اللي فيه الصفات اللي نبغيها والصفات اللي اكثر مطابقه للي نبغيه. راح ناخذ بذر هذه السلاله ونواصلها، فالبقايا راح توقف. فراح سلاله واحده او يمكن اكثر من واحده بالكثير، يعتمد على اللي نشوفه، ولكن اغلب الظن ان سلالة واحدة هي اللي راح تستمر. فراح نوثق سلالة اي بذرة اللي هي استمرت، ففي عندي جدول في الاكسل راح اتابع فيه، ولكن موسم عن موسم راح نعيد هذه العملية، ولكن ما راح نهجنها. فاحنا راح ناخذ بذورها من نفسها، من تلقيح ذاتي، وراح نستمر في زراعة هذه البذور الى ان 8 سنة. لازم نزرعها 8 سنين إلى أن تستقر صفات الجينية فيها على أساس تعتبر صنف جديد. فهي تأخذ 8 مواسم نزرعها، جيل بعد جيل نأخذ البذور نزرعها، 8 سنين 8 أجيال على أساس تعتبر صنف مستقر، ونقدر نزرع البذر وبثقة تكون جدا عالية إنه الثمر راح يكون بشكل معين وبنكهة معينة، يعني ان النتائج تكون مستقرة. فراح ابذرهم، وراح ان شاء الله في الفيديوهات الجاية نبتدي نشوف التطور. اول ما ينبتون شوي يكبرون راح نبتدي نوثق لهم. اذا في احد عنده اي اقتراح بالنسبة للاسم لهذه الفلفلة، مثل ما ذكرت الهدف منها انها تكون تباسكو بس اكبر، نفس النكهة ولكن حرارة شوي اعلى، اللي عنده اقتراح انه شنو ممكن نسمي هذه الفلفله، ممكن يترك لي اياه في قسم التعليقات. قد يكون في مفاجاه حق اللي يعطيني اسم جدا جيد واستخدمه، ممكن انه يحصل جائزه اذا تم اختيار الاسم. يعني اول خطوه الحين لما نبتدي نشوف هذه الاوراق، اللي هي هذه الاوراق اللي بتاخذ الشكل الحقيقي بعكس هاي الاوراق اللي اول ما تخرج من البذره، الحين هو الوقت اللي احنا راح نبتدي ان نغذي هذه الشتلات، ولكن نغذيها بكميات بسيطة وكميات خفيفة من الـ NPK. فمثلا اكثر الناس تسألني بخصوص استخدام هذه الحبيبات اللي هي حبيبات الـ NPK هذه، فما راح استخدم اكثر من حبيبة واحدة او بالكثير ثنتين حق كل مربع او كل اصيص، ولكن نحرص بشيء واحد انه الحبيبات هذه ما تلامس الشتلات، لأن وجودها بشكل قريب من جذور النبتة أو من أساسها
أو ساقها ممكن يحرق لي النبتة أو يأثر عليها. أحط الـ NPK وأروي بشكل بسيط بس علشان يذوب الـ NPK ويغذي الشتلات. فهذه هي الخطوة التالية إلى أن تبتدي تنمو الشتلات أكثر، لأن في هذه المرحلة الشتلات تحتاج إلى شوية تغذية إلى أن تكبر شوي. وبعدين لما تبتدي تنمو أكثر راح شوي شوي نبتدي نعزز التغذية وراح نواصل تطورها. فأتمنى تتابعون هذه السلسلة، وإذا في عندكم أي استفسار ممكن تتركونه في قسم التعليقات بخصوص هالموضوع أو أي موضوع ثاني، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن. واللي ما شاف بداية هذه التجربة يرجع إلى بداية السلسلة ويشوف كيف هجنا البذور وخذنا الرحيق من النبتة الأب ولقحنا في وردة نبتة وردة الأم، وكيف تطور البذور إلى أن وصلنا هذه المرحلة. وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.